بنرجع مرة تانية، ودايما بنقول إن المرأة المصرية عندها قدرة رائعة الحقيقة على الإبداع وعلى الابتكار، وممكن من خامات بسيطة جدا جدا تقدر تعمل يعني مستحضرات تجميل أو تقدر تعمل أعمال فنية متميزة. ده بيساعدها كمرأة، بيساعدها إن هي ممكن تعمل مشروع صغير تبدأ بيه حياتها، يبقى مثلا مصدر دخل بالنسبة لها وبالنسبة لأسرتها. وطبعا الدولة المصرية زي ما احنا كلنا ملاحظين بتقدم الحقيقة كثير من الدعم للشباب أصحاب هذه المشاريع الصغيرة، علشان بإذن الله في المستقبل تبقى مشاريع كبيرة. الحقيقة في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا مدام أميرة سامي، مصممة مستحضرات طبيعية. أهلا بيكي يا أميرة معانا، شرفتينا ونورتينا. أهلا بيك جزينة، أول مرة أطلع معاكم، وأنا شرفني أن أنا أطلع معاكم مرة كمان. أكيد أنت كمان بتنورينا يا أميرة، وإحنا دايما بنعتز دايما بالنماذج المشرفة من السيدات المصريات اللي بالفعل عندهم لمسة جمالية، عندهم إبداعات فنية، ابتكارات جميلة. كلميني كده عن بداية مشوارك مع استخدام المواد الطبيعية في يعني تصنيع مستحضرات التجميل من مواد طبيعية خالية تماما من المواد الكيميائية. هو طبعا المنتجات الموجودة كلها معظمها في السوق مضاف إليها مواد كيماوية، دي مضرة جدا بالبشرة. حسيت إن هي بتسبب جفاف وبتسبب تهيج للبشرة وحساسية، فقلت طب ليه ما أعملش المنتج ده يعادل الدنيا ويوازن ويكون في مستوى أيدينا برضو نقدر نشتريه وبنستعمله دايما، لأن الصابون ده منتج إحنا بنستعمله طول يومنا تقريبا، يعني مفيش حد في يومه مش بيستعمله. علشان كده انا قررت ان انا اعمل منتج يكون من الزيوت الطبيعيه 100%، ما فيهوش اي نوع من انواع الكيماويات خالص، ويديكي النتائج اللي انت محتاجاها، يديكي النظافه اللي انت محتاجاها، الريحه اللي انت محتاجاها، والشكل الجمالي اللي انت محتاجاه، وفوق ده كمان انه بيغذي بشرتك وبيديها نضاره وبيديها جمال حلو كمان. ده 3 في 1 كده. جميل. طيب كلمينا كده سريعا عن المواد اللي انت بتستخدميها ايه، والمقادير بتاعتها تقريبا ايه؟ يعني هو زيت الزيتون ده في معظم المنتجات لانه معروف بفوائده، زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، زبده الشيا، خليط ومجموعه من زيوت كتيره جدا موجوده معانا في السوق، والسوق المصري الحمد لله موفر لنا الزيوت دي وموفر لنا الخامات اللي نقدر نعمل بيها مشروعنا، ونبقى واثقين ان منتجنا هينافس الاسواق الخارجيه. تمام. بتحطيهم بقى مقادير ايه يعني؟ قولي لنا كده. يعني هي كل صابونه على حسب العميل ما بيكلمني، يعني العميل عندها مشكله مثلا في جفاف البشره او بشرتها دهنيه او حساسه، بناء عليه انا بحط مقادير الزيوت اللي تتناسب مع بشرتها وتعالج لها المشكله اللي هي بتحس بيها، يعني عشان تحس بافضل نتيجه في وقت قصير. طب دي نقطة مهمة جدا يا أميرة، لأنه فعلا كلنا أنواع البشرة بتختلف، فلو واحدة مثلا بشرتها جافة بتزود لها المقدار مثلا زيت الزيتون شوية أو زيت جوز الهند أو الزيوت اللي هي بتدي نضارة أو بتدي نعومة للبشرة أكتر. أيوة صح كده؟ أيوة. تمام. طيب ورينا كده بعض أشكال الصابون، أنا شايفة أشكال جميلة جدا. على الدراسة السنة الدراسية الجديدة، فطبعا ولادنا دي أهم حاجة عندنا، إن احنا نحافظ عليهم من كل حاجة ومن الميكروبات ومن الفيروسات اللي موجودة حواليهم في المدرسة. وكمان علشان في وجود كورونا احنا بنتعايش معاها، فلازم برضو نبقى الأم تبقى ضامنة ان طفلها بيستعمل منتجات في نفس الوقت ما تسببلوش جفاف وتهيج لبشرته أو مشاكل صحيح. جلدية صحيح. وفي نفس الوقت تديله النظافة والتعقيم المثالي. فأنا عملت صابون، الصابونة بيستعملها في اليوم يعني صابونه لمجرد استعمال اليوم الواحد على اشكال باحجام صغيره جدا وريحه جدا كمان وباشكال جميله قوي، وفيها فيتامين اي علشان يغذي بشره اطفالنا ويعقم ايديهم كمان، لان منضاف ليها كحول علشان يعقم ايديهم، ففي اي وقت وهم موجودين خارج البيت بيستعملوه، ان كانوا في المدرسه في النادي في اي مكان، واحنا كمان يعني دي للاستعمال. انا عملتها على اشكال حلوه عشان تحبب الولاد كمان ان هم
يتعودوا يحافظوا على نظافتهم الشخصيه. وبعطور حلوه جدا تشدهم كمان. حلوه قوي قوي يا اميره جداً. يعني فعلا عايزين نقول للساده المشاهدين فكره رائعه. الصابونه دي ممكن مثلا تكفي مرتين وخلاص على كده يعني. بدل ما يبقى كل يوم رايح شايل صابونه او شايل الصابون السائل ده برضو. لكن دي الفكره دي ظريفه شيك جدا. وبياخدها بتكفي معاه العلبه دي لمده اسبوع كامل او اكتر كمان على حسب العميل ما بيطلب. والصابونه بتكفي معاه يومه كله جوه المدرسه. ده غير ان هي كمان بتحافظ على بشرته وبتغذيها لان منضاف ليها فيتامين اي وزيت زيتون وزيت جوز الهند. فكره حلوه جدا جدا يا اميره. بشكرك عليها فعلا. وهي مناسبه فعلا لاولادنا مع بدايه عام دراسي. فعلا مناسبه وجميله جدا بالوانها وبريحتها لا بحييكي فعلا يا اميره. فكره جميله قوي قوي. طيب ورينا كده باقي اشكال الصابون كده. وانا شايفه برضو في حاجات لون واحد وفي حاجات اكتر من لون. ده بيبقى انواع من الزيوت خلطاهم على بعض بطريقه معينه بخلطه ويس. معينه ويس. عشان تديك النتيجه اللي انت محتاجاها. دي صابونه بالليفه هنا. في ليفه وهنا في بابلز كده. البابلز ده بيعمل زي مساج بيحرك الدوره الدمويه للجلد علشان يستفيد اكبر استفاده من الزيوت المحطوطه والفيتامين الموجود في الصابونه دي. باللافندر. يعني ايه صابونه بالليفه يا اميره؟ معلش دي صابونه مصبوب فيها ليفه. الليفه دي لوف طبيعي 100% مش لوف صناعي خالص. ده بيساعد على تقشير الجلد الميت من الجسم، بيديكي تفتيح درجتين عن الدرجه بتاعتك. كويس قوي. وكمان بيغذي بشرتك وكلها حاجات من الطبيعه يعني. من الطبيعه لايديكي. الله جميله قوي. دي لافندر وحليب. لافندر وحليب. الله ده مفيش احلى من كده يعني. بتدي استرخاء، بتدي نظافه اللي انت محتاجاها. حلوه جدا. بتديكي كل الحاجات اللي انت بتبقي محتاجاها اثناء الشاور بتاعك. ما شاء الله. وجميله فكره الليفه. الليفه يعني احنا لو فتحناها دلوقتي وفي ميه هنلاقي ان هنا في ليفه جوه لازقه في الصابونه يعني. الليفه مظبوط. الصابون مظبوط على الليفه في القالب. فانت بتستعمليها اثناء الشاور بتبان الليفه معاكي وبتديكي النتيجه اللي انت محتاجاها للنظافه. حلوه جدا جدا يا اميره. ما شاء دي الله. دي 3 في 1 4 في 1 ممكن. أيوة. لانها تغذيه ونظافه وريحه حلوه وزي سكراب كمان يعني. وجود الليفه كمان. وجود الليفه الطبيعيه. وطبعا كلنا عارفين اللوف الطبيعي واهميته البشره، وان احنا نعمل ميكس ما بين المنتج من الزراعه ومن الطبيعه مع منتج بتاعنا مع الزيوت ده بيبقى حلو جدا وبيديكي فايده اكبر. صحيح. طيب المنتجات الجميله بتاعتك دي يا اميره بقى ازاي بتعملي لها عمليه تسويق؟ لانه عمليه التسويق دي مهمه جدا جدا لاي حد صاحب اي مشروع حتى لو بسيط لكن عايز يسوق المنتجات الجميله. هي الحقيقه الميديا دلوقتي وفرت لنا الموضوع ده وبسهوله جدا تقدري توصلي كل بيت موجود في مصر. وخلاف كده كمان ان الدولة وسيادة الرئيس كان بيهتم بينا جدا كمستثمرين صغيرين ومشاريعنا صغيرة فبينظم لنا معارض. انا كنت طالعة مع معرض تبع جامعة الدول العربية تبع الأكاديمية البحرية في اسكندرية. ده بدون اي رسوم خالص سمح لنا ان احنا نشارك فيه وشجعنا. وقدرتي ان انت يعني كتير. سوري يعني قدرتي ان انت تبيعي منتجات كتيره من خلال مشاركتك في هذا المعرض. طبعا هو بيشجعنا على طول ودايما بيبعت لنا ناس تشجعنا وتهتم بينا وتهتم ان هي توفر لنا الخامات ويوفروا لنا معارض. محافظه اسكندريه كمان بتوفر لنا معارض على البحر وبنقدر نعرض منتجاتنا وباسعار كويسه تناسبنا وتناسب وتحسي ان انت حققتي ربح او حققتي دخل كويس لاسرتك يعني. الحقيقه هم معانا يعني. طيب. بشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بينا وبمشاريعنا ربنا. تمام. طيب انت لوحدك يا اميره ولا في حد من اصدقائك مثلا معاكي في هذا المشروع يعني؟ اسرتي يعني والدتي وزوجي وابني كده يعني بيشجعوكي يعني. التشجيع ولا مشاركه بيقدروا ان هم يشتغلوا معاكي حاجة يعني؟ الحقيقه ما بيبخلوش عليا باي حاجه يعني. كلهم بيشاركوني. اخويا في امريكا برضو عامل لي دعايه كبيره هناك منتجي وصل كويس. امريكا. اصحابي في فرنسا برضو وصلوا منتجي لفرنسا والدول العربيه كمان منتجي وصل فيها الحمد
الحمد لله والحمد لله يعني كويس قوي يا اميره. لا برافو عليك، احنا دايما بنبقى فخورين بالنماذج المشرفه من المصريين بالمنتجات سواء داخل مصر، وطبعا الاحلى والاحلى الانطلاق بقى من المحليه الى العالميه زي ما بنقول يعني. طيب قولي لي رد فعل بقى الناس ايه؟ يعني اكيد بيبقى راي العميل مهم جدا. ايه الافكار اللي بيقولوها لك مثلا؟ اكيد برضو ممكن يقولوا لك فكره جديده، فكره مختلفه. هي الحقيقه هم معجبين جدا بالمنتج، مبهورين بيه، فرحانين انه شكلا جميل جدا، بيدي شكل حلو جدا. يعني كذا عميله تكلمتني تقول لي انا صعبان عليا استعمل الصابونه من جمالها ومن ريحتها، يعني انا محتفظه بيها. كذا حد قوي يكلمني ان النتيجه كانت فوريه، وان هم حسوا بفرق، وان هم كمان دي اهم اي حاجه من اي حاجه، ان هم بطلوا يستعملوا الحاجات الكيماويه اللي بتهلك في البشره وبتستنزفها وبتدمر كل حاجه، وبتبين كمان ان السن بيكبر بسرعه، ان الناس تبدا يعني يتجهوا للمنتجات الطبيعيه ويعرفوا اهميتها في حياتهم. صحيح. دي بالنسبه لنا حاجة كبيرة جدا وثورة كبيرة حصلت. أكيد يعني. أكيد. طيب أنا شايفة صابونة غامقة هنا كده شوية، ده فحم. الفحم النشط جميل قوي قوي. الفحم النشط ده مهم جدا للبشرة، كلنا في الفترة الأخيرة عرفنا أهمية الفحم النشط للبشرة، بيغذيها، بيعمل زي سكراب طبيعي كده للبشرة، بيفتح بشرتنا بدرجة حلوة جدا كويس. وبيشيل الجلد الميت، وبيساعد معانا كمان إن التجاعيد والترهلات الموجودة في البشره بتختفي مع الاستعمال. الله، ده حلو قوي كمان لعلاج التجاعيد المبكره، نبدا ان احنا نحاول نتغلب عليها كده بسرعه. ايه تاني الحاجات الطبيعيه اللي بنعمل منها الصابون برضو علشان وقتنا؟ صابونه كوكتيل، هي صابونه الفيونكا. الله، حلوه قوي. دي عباره عن ياسمين وورد ولافندر مع بعض، بيديكي ميكس كده، ميكس حلو كده، تحسي انه في نسمه هواء وانت عايش، وصلت للجلد واتغلغلت جواه واديت لك النتيجه اللي انت حباها يعني. دي صابونه الفيونكا، باكج الفيونكا معمول بكذا شكل وبكذا نوع، وحسب ما حضرتك ما بتطلبي، برضو حسب العميل ما بيطلب مني، زي ما تقولي كده صابونه تفصيل. حلوه قوي. صابونه بمكونات طبيعيه خاصه لكل بشره، لكل بشره يعني. تمام. والشعر كمان معانا، وعملنا برضو مزيل عرق. ده الشعر بقى ده والحاجات دي محتاج حلقه لوحده بقى يا اميره، لانه طبعاً. بالتاكيد منتجاته برضو بتبقى متميزه جداً. ومتنوعه، لان طبيعه كل شعر بتختلف عن التانية، فاكيد هتشرفينا مرات قادمه باذن الله نتكلم فيها عن باقي المنتجات الطبيعيه الجميله دي. اميره سامي بحييكي وبشكرك، وانت نموذج مشرف لكل امرأة مصرية فعلا. شكرا لي. وانا بشكركم جدا انك كنت معاكم، شرفتينا حبيبتي. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، ولكن هنرجع مرة تانية، ما زلنا متواصلين مع حضراتكم، والفقرات القادمة فقرات جميلة جدا قيمة وهادفة مع زميلتي نيفين من خلال برنامجنا طعم البيوت.